معانا اول خبر عن الضرائب. غدا بتنتهي المهله اللي كانت حددتها مصلحه الضرائب لانها تعفي الممولين من 90% من غرامه التاخير والضريبه الاضافيه بشرط سداد اصل الضريبه بالكامل. المرحله الاولى بيتم التجاوز عن 90% من غرامه من مقابل التاخير، المرحله الثانيه هيتم خصم 70% من غرامه التاخير، المرحله الثالثه هيتم خصم 50% من غرامه التاخير، كل ده بشرط انه يتم سداد اصل الضريبه بالكامل. بكره اخر يوم في المهله الخاصه بالمرحله الاولى. خلونا نعرف التفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. استاذ سامي العوضي معانا، رئيس الاداره المركزيه للبحوث في مصلحه الضرائب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. خليني اسال حضرتك في البدايه، يعني واحنا بنتكلم على ان المهله دي تنتهي غدا، وهي المفروض انها بدات من 6 شهور فاتوا، مظبوط؟ من 15 اغسطس الماضي. لا هي مش من 6 اشهر، هي مهلتها 90 يوم من 15/8. 15/8 مش 6 اشهر. مظبوط، من 15/8. لكن هو القانون كله مدته 6 اشهر. بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة؟ المرحلة اللي هي المرحلة اللي هتبدأ من يوم الثلاث 45 يوم، والمرحلة اللي بعديها 45 يوم بعد 45 يوم الثانية. طيب يعني طب نقول تاني، المرحلة الأولى هتخلص بكرة، ودي هيتم الخصم فيها 90%. 90% من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية. المرحلة الثانية تبدأ إمتى لحد ولحد إمتى؟ تبدأ من يوم الثلاث. وتخلص إمتى؟ لا تخلص، تاخد 45 يوم ابتداء من يوم الثلاث. ودي هيتم فيها خصم 70%. 70% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية أو الرسم. الرسم اللي هو قانون 147 سنة 84. والمرحلة الثالثة والأخيرة. والمرحلة الثالثة 45 50%. يبقى مدة القانون كله، وقانون محدد المدة، مدته كله 180 يوم. طيب يا فندم، لحد دلوقتي ايه العدد اللي، او يعني عدد المقبلين للاستفادة من هذا القانون؟ هو اي ممول او مستثمر عليه غرامات تأخير او ضريبة إضافية ودفع اصل دين الضريبة بالكامل، سواء لضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة حاليا أو رسم تنمية الموارد أو التمر، ودفع دين الضريبة بالكامل، بيستفاد من القانون. لا أنا بسأل لحد دلوقتي الطلبات اللي جات لكم قد إيه اللي قدموا عشان يستفيد؟ لا الطلبات إحنا بنقدر نعينها بالمبلغ، لحد دلوقتي داخلين على 2 مليار جنيه، وبكرة من المتوقع إن ندخل على 2 مليار ونص. لكن الاعداد يعني بانتهاء المهله الاولى، بانتهاء مهله المرحله الاولى توصل تقريبا 2 ونص. الساعه 6 مساء. طيب دي الحصيله اللي يعني غالبا هيتم جمعها في انتهاء المرحله الاولى، مظبوط؟ اللي هي الفتره الاولى اللي هي 90 يوم. اوكي، لكن ما عندش يعني فيش عند حضرتك معلومات عن عدد اللي تقدموا؟ العدد لا ما حصلناش العدد، انا يهمنا المبلغ اللي بيتم تحصيله قد ايه. طيب نقدر نعرف أهمية المبلغ ده من حجم المتأخر الضريبي، بحيث نشوف ال 2 مليار دول يشكلوا قد إيه من اللي إحنا عايزينه أصلاً؟ إحنا متوقعين 5 مليار خلال المدة كلها. متوقعين 5 مليار؟ 5 مليار خلال ال 180 يوم. اللي هم ال 45 يوم بكرة اللي تتمم الثاني يوم، وال 45 وال 45. طيب هذا القانون بيشمل كل الضرايب أستاذ سامي؟ بيشمل جميع انواع الضرائب والرسم، بس بشرط ان الممول يدفع دين الضريبه بالكامل المده المحدده بالقانون 174 لسنه 2018. طيب حضرتك قلت كل انواع الضرائب، يعني مبيعات، دخل، كل عقاريه، كل انواع الضرائب. افراد وشركات يا فندم؟ ضرائب العقاريه لا. ضرائب العقاريه لا. لا ضرائب العقاريه لا. تشمل ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، وبالنسبة للجمارك غرامات الجمارك اللي بتحددها معالي وزير الملك. طيب ده للأفراد، ده للأفراد والشركات أستاذ سامي؟ للأفراد والشركات والهيئات وكل من عليه مقابل تأخر أو ضريبة إضافية. نعم، وعدد المتقدمين، عدد الطلبات يتم حصره في نهاية المدة كلها؟ يتم حصره في نهاية المدة 180 يوم بالظبط. نعم، شكرا جزيلا. أنا بناشي.
كل اي ممول عليه غرامات تاخير احنا فاتحين للساعه 6 بكره، واي مشكله قابل اي حد بيجي لنا في رئيس الاداره المركزيه بحلها له في نفس اللحظه. هو المفروض يتوجهوا لمصلحه الضرائب اللي تابعين ليها ولا بيتوجهوا لفين؟ في المعادي، سواء بيكلمني بالتليفون او بيجي لي بقدم له طلب بخلصه في نفس اليوم. بنخلصه. وطلعت في الايام اللي فاتت دي تعليمات كثيره جدا للمأموريات انهم يحصلوا قص دين الضريبه. غرامه التاخير بتكون قد ايه يا فندم؟ غرامات التاخير ممكن توصل لدين الضريبه وممكن تتجاوزه كمان. لكن لو هو سدد بكره بياخد 0%. مفهوم، لكن كنت اقصد اعرف نسبتها، ممكن تكون قد الضريبه كمان المستحقه وممكن تزيد عنها. ممكن تتجاوزها كمان. شكرا جزيلا استاذ سامي العوضي رئيس الاداره المركزيه للبحوث في مصلحه الضرائب. فاذا مناشده لجميع الممولين ان هم يتقدموا بسرعه، الممولين ان هو يتقدموا بسرعه لانه بكره اخر يوم لحد الساعه 6 للاستفاده من 90% خصم على غرامه التاخير بشرط سداد قيمه الضريبه بالكامل.